السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الطواجين اللي كيجي صراحه هائل، اللي غادي يكون بالزبيب وبالمقادير ديال المروزيه. بحال قلتي المروزيه بالطاجين كما كتشوفوا هنايا، خديت اللحم القياس اللي بغيتو ودرت ليه التحميره شويه، ما درتش ربي التحميره، الحار، الخرقوم، الابزار، سكنجبير والثومة باودر. ما عندكمش ثومة باودر ديروا ثومة محكوكة العادية كما كتشوفوا هنا. غنحك ليه واحد النصيص ديال الزعفران الحر وديال السمن الحر بطبيعة الحال كما كتشوفوا، وغادي نشرملو هكايا وغادي نبيتو ليلة كاملة ان شاء الله حتى لغدا عاد غادي نطيبو، باش كيجينا صراحة بنين وكيجينا هائل. وصراحة كتدخل لي هاد العطرية وفاش كيطيب كيجي هائل وبنين كيما كتشوفوا. وكيما كتعرفوا العيد القريب قريب، وتقدروا تستعملوا هاد الطريقة حتى في اللحم ديال الغنمي كيجي هائل، ماشي ضروري اللحم ديال البقر ولا البقري كيما كنقولوا. ودابا درت ليه السلوفان وغادي ندخلو الثلاجة، جايبات ليا ليلة كاملة حتى ان شاء الله غدا ونطيبو. كيما كتشوفوا دابا صباح فطرنا، ودابا جيت نوجد الغداء ديالي. هنايا قرت واحد البصله حمراء جناوح وبصله بيضاء جناوح. دابا غادي ندير الحيمه ديالي اللي ديجا راني معطراها ودايره لها الشرموله ديالها كما كتشوفوا، وغادي نزيد عليها الزيت. بالنسبه للزيت البنات ما كنديروهاش حيت كنبغيو نشرملو اللحم ولا الدجاج، حيت صراحه الا شرملتي بها داك اللحم ديالنا ما كيتشربش لينا العطريه. الزيت ما كتخليش العطريه تدخل ليه مزيان، هذا هو علاش ما كنديروش الزيت. ودابا غادي ندير الزيت وغادي ندير القزبور والمعدنوس وغادي ندير المكونات الاخرى اللي غنحتاج كما كتشوفوا. دابا غادي نقليه مزيان. هنا دايره ثاني الحيمه المسوسه بوحديتها كما كتشوفوا، ودابا نخليه كيتقلى ليا مزيان. من بعد فاش تقلى ليا دابا جبت الزبيب تقريبا واحد 120 غرام. نتوما غديروا الكميه اللي بغيتو، اللي بغى بزاف يديرو واللي بغى شويه يديرو، كيبقى لكم الاختيار. وانا صراحه كنت كنحماق على الزبيب، كندير فيه كميه اللي صراحه كتجي مزيانه في الطاجين، قياس ديال 4 الناس حيت حنا غناكلوه باربعه ان شاء الله كما كتشوفوا صافي. وغادي ندير عليه واحد المعلقه ديال القرفه، نص معلقه. وهنايا غادي نزيد عليه القرفه واحد المعلقه ديال السكر، بصراحه كيتعسل لينا وكيجينا هائل. هنا كما كتشوفوا بعد ما طاب ليا الطاجين كليناه، ودابا جيت لول مارت بغيت ناخذ واحد الادوات اللي غادي نحتاج في الكيك اللي باغا نصايب ان شاء الله. باغا ندير واحد الحفيله ان شاء الله نفرح بالبنوته ديالي. وكما كتعرفوا عاد دابا شويه باش داز لانيفيرسير ديالي وموجدت ليه صراحه الكيك، وقلت ناخذها فرصه باش نوجد لبنتي شي حاجه اللي نفرحوها ونفرحوا معها اكيد. ودابا جيت ناخذ هادو ديال ويلتون، هاد البوق صراحه الانواع ديالهم خديت هكا واحد 8 الشكالات منهم. هانتوما غادي تشوفوا الشكالات اللي غادي ناخذ. وكما كتشوفوا صراحه هادو كيصلحوا في لي كيك بورداي وكيصلحوا في لي كاب كيك كما كتعرفوا.
وانا يعني ما بغيتش ناخذهم متفرقين، قلت نجي ناخذهم في خطره واحده باش حيت نحتاجهم يكونوا عندي في الدار. ديجا كنت كناخذهم في دولار، كناخذهم في بلايص اخرين، ولكن ما كيصدقوش ليا. كنت خديت في وول مارت هذاك ديال البلاستيك، دابا نوريه لكم، وحتى هو ما صدقش ليا حيت بلاستيك. دابا قررت غادي ناخذ هادو ديال ويلتون، واخا هما غاديين شي شويه ولكن صراحه مزيانين. ويلا خديتوهم هكا فداك الباك اللي فيه 3 4 كيتقام مرخص من انكم تاخذوا كل واحد بوحدو. وكاينين هادوك الرويصات الصغارين تاني اللي كيكونوا رخاصين. المهم غادي ناخذ بزاف ديال الحويجات هنايا اللي غادي نحتاج ان شاء الله، كلهم ديال ويلتون. هذا هو اللي قلت لكم كنت كناخذ ب 4.97 ودغيا تيتخسر. دابا غادي ناخذ لي باك بوحدهم فيهم 50 ديال لي باك ديال البلاستيك، حتى هادوك ديال ويلتون صراحه غزالين كما كتشوفوا. 50 ديال لي باك راه غادي يديو بزاف وصراحه قاسحين. وغادي ناخذ هاد الريوس باش كيتلصقوا، وغادي ناخذ المهم هكا داكشي المهم اللي غنحتاج في الكيك. ها نتوما معايا كما كتشوفوا، دابا هزيت لي باك، هزيت هادوك الريوس، هزيت 3 كبارين وهزيت 4 صغارين، وواحد الخامس بوحدو ما كاينش مع هادوك الربعه هكا، يعني تقريبا النوع اللي عندهم هزيتهم. وبغيت ناخذ دابا شي ملون، ديجا عندي الغوز في الدار وعندي شي حليوات، بغيت ناخذ ملون اخر اللي غادي نحتاج باش نزوق به الكيك ديالي. وهنايا كما كتشوفوا جيت خديت من هاد لي بلات، هاد الطبيصلات. غادي ناخذ وحدين سامبل يكونوا بالغوز بارد، ما بغيتش ندير شي حاجه هكا اللي فيها الالوان ولا الرسومات حيت بنتي باقا صغيره، سكيفي بغيت ندير غير شي حاجه سامبل. وهنايا راه عندهم داكشي كله. هنا كنت خديت دوك ديال السيليكون فاش كنت كنوجد الحلوه للسابع ديال بنتي. هنايا راه هنايا خديتهم، عندهم السيليكون الاشكال والانواع اللي تبغيو، وحتى الاثمنه مزيانين بشي 3 5 دولار الواحد صراحه، ودو كاليتي. مهم خدوا الحاجه ديال ويلتون، راه لا مارك ديالها زوينه والباق ديالهم قاسحين كما كتشوفوا. هنايا جيت نشوف شنو كاين فهاد البلاصه. بغيت ناخذ هكا هادوك الرقيمات باش غادي نزوق الكيك. المهم ما كملت لكمش التصوير، خليت تنجي للدار نوريكم شنو خديت بالضبط حيت التليفون كان قريب يدي شارج عليا. المهم خديت هادو، خديت هادو ديال ويلتون الباق الكبارين، خديت الوان ام مع الدوزا مع الدو دي. هادو الشكالات ديالهم راه كيخرجوا الوريضات، راه كل بوق حاطين حداه الوريضه اللي كيخرج كما كتشوفوا. خديت هذا بوحدو كما كتشوفوا، هذا كيخرجها لينا على شكل كوكياجا. وخديت هاد الربعه حتى هما كما كتشوفوا، 101 و104 و224 352، هذا كيخرج لينا وريقات، هذا كوريضات. المهم هادو كيصلحوا بزاف في الكيكات ديال عيد ميلاد، وخاصه دابا انا عندي بنوته وباقي تابعيني عيد ميلادات ان شاء الله باذن الله. هادشي علاش قررت غناخذ كلشي في خطره واحده ونتهنى، يعني هادو كيبقاو عندي دائما. خديت هاد لي سباتول ديال الكوزينه، راه ديجا عندي وحيده، لقيت هاد جوج ديال ويلتون عندهم عجبوني، خديت منهم جوج هكا، حتى هما كيتستعملوا في الكيك وكيتستعملوا في الكوزينه بزاف، ولكن خاصه في الكاطو فاش كنستعملهم انايا. وخديت هنايا 6 حيت بنتي ان شاء الله قريبه دير 6 مانت. خديت هذا اللون خضر، ديجا عندي غوز هنا في الدار. وخديت هاد الريوس اللي كيتلصقوا في لي باغ ديال فاش كدوس لا كريم، وخديت هاد لا سباتول باش غادي نقاد الكاطو، خديت هذيك كدير واقيلا شي 7 دولار، ولكن صراحه غزاله تستاهل حتى هي ديال ويلتون كما كتشوفوا. وصراحه يعني لقيت هاد البلاصه حاطين فيها داكشي ديال ويلتون كله زوين، وقلت واحده ناخذ ماركه واحده وشكل واحد واللي تكون دو كاليتي. وهاد ويلتون فايت لي ديجا شايفاها في مايكل فاش كنت كنوجد للسابع ديال بنتي، وصراحه حيت ما درتوش داكشي باش ما خديتش هادشي، كنت باغا نوجد بزاف ديال الحويجات بهاد لي كاب كيك وداكشي البافيت ديال عيد ميلاد ساعه ما كتبش
كما كتشوفوا هنايا الباريشمنت بيبر اللي كنحتاجو. من بعد ديت الالدي خديت الفواكه اللي غنحتاج في الكاطو اللي غادي نوجد ان شاء الله. خديت الفرومبواز، خديت البلوبيري، خديت التوت جوج الانواع هاد الشكل والاخر، وخديت الويبين كريم، خديت الفانيلا اكسترا هاد الروح الفانيلا كنحتاجها، وخديت البيض اكيد اللي غنحتاجو حتى هويا في لاكريم اللي غادي نوجدو الكاطو. وهكا كان لا فيديو ديالنا ديال اليوم.